مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر وهذا الخبر العاجل. بعدما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 86 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب حتى الساعة 4 من يومه الاثنين، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6952. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب كوفيد ماروك بوما أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 88584 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته بلغ 3758 حالة، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 152 حالة. وتهيب وزارة الصحة بكل المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إخواني الكرام، فمع تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أسابيع أخرى فالحالة الوبائية لم تتغير، نظرا لكون أن عدد الحالات لا زالت تزداد بالرغم من أن الأرقام قليلة مقارنة مع السابق، إذ هناك أرقام مطمئنة ولله الحمد. إلا أنكم إخواني الكرام لا زالت الأمور تقتضي منكم الحزم واتخاذ كافة التدابير من أجل تجاوز هذا الوباء بأقل خسائر إن شاء الله. وكنتمنى من المغاربة كافة أن يلزموا المنازل ديالهم حتى نتجاوز هذه الجائحة ونعود إلى سالف عهدنا وتعود الحياة إلى طبيعتها. وأيضا فرجاء منكم كفى من التجمعات، كفى من الاستهتار، كفى من الضحك، لأن الحالة بالمغرب ولله الحمد تقتضي منكم القليل من الصبر والقليل من الجدية وأيضا الالتزام بالمسؤولية. ونسأل الله السلامة والعافية، وكنتمنى إن شاء الله بأن الأرقام تقلل إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. فبالرجوع أيضا للحالة اللي تزادت يعني 3 أسابيع فهي كافية من أجل أن نتجاوز هذا الوباء وأن نعود إلى حياتنا الطبيعية. فالحل اليوم أصبح بيدكم إخواني الكرام، فحتى الأرقام في مقارنة مع مجموعة من الدول فلا مقارنة، لأن المغرب ولله الحمد استطاع بحزم وسياسته الرشيدة تحت الرعاية المولوية باش أنه هذه الحالات تقلل نظرا لمجموعة من التدابير الاستباقية ومجموعة من الإجراءات الاحترازية. وكنتمنى من الله تعالى وبركاته أن تلزموا البيوت ديالكم إن شاء الله، وكنتمنى من الجميع أن يحتاط من هذا الوباء. فللتذكير فعدد الحالات التي تم الإعلان عنها، فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 86 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 4 من يوم الاثنين، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالة الإصابة بالفيروس بالمملكة إلى 6952. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ماروك باما أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 88584، وبلغت عدد الحالات التي تمثلت للشفاء ولله الحمد لحدود اليوم 3758 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 182. وتهيب وزارة الصحة بكل المواطنين والمواطنات الالتزام بالتدابير الاحترازية وأيضا
الالتزام بقواعد النظافة والانخراط في التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المغربية بكل وطني ومسؤولية. إلى هنا إخواني الكرام نأتي على نهاية هذا البث المباشر، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فرصة قادمة، وحذاري ثم حذاري من التهور، والمرجو الالتزام ولا شيء غير الالتزام حتى نتجاوز هذه المحنة بأقل الخسائر ونعود إلى حياتنا الطبيعية كما كنا في السابق. مع السلامة إخواني الكرام.